الدم. اصبر وصابر يا صابر، عسى وتفرج منك. اصبر وصابر يا صابر، عسى وتفرج منك. الله يعينك يا صابر. صابر طلع صابر نزل، قالوا خرج قالوا دخل، لكن على قول المثل من يشتي الحال يصبر. يعني انت يا صابر اللي اصبر وصابر يا صابر. اصبر وصابر يا صابر، عسى وتفرج من باقي. اصبر وصابر يا صابر، عسى وتفرج من باقي. الله يعينك يا صابر. يا رحمة قلبي خرج، والهم فوقه ما انفرج. ما فيش غير الصبر حل، والصبر مفتاح الفرج. اصبر وصابر يا صابر. إذا راح أكسك ما أقول أنا صابر. أصبر صابر يا صابر، عسى وتفرج من بالك. 5 4 3 2 1 كريستيانو رونالدو. الله أكبر. نادي البرشا العظيم، نادي المفضل. حبيبي ميسي لا تزعل، نعم اليوم سأخلص فنيلة البرشا وأرتدي فنيلة الرياض. والسبب الظروف. أيوة الظروف أجبلتني. ظروف صاحب المطعم شرط علي أنه ما بيوظفني إلا لما أكون ريالي، فغصبا عني يا ميسي. ميسي حبيب قلبي لا تزعل مني، غصبا عني. لكن سأعود بقوة، أنا برشاوي وسأظل برشاوي. ها مسك تلفونك يا بيا. أنا بيا رجاء ما تتدخلش في هذا الموضوع أبدا. والله لا أقول صاحب المطعم إنك برجلوني. يا منعة اهدأ، وأنا من عيني أكلم صاحب المطعم يخليك المساعدة. مساعدك؟ أيوة في المطعم. أيوة يعني بأكل بأهوش. أنا خايف تأكل الزباين. يلا مطعم. الساعة 10 نافع جيبي لي صبح نفرين الله يحفظك. أي حاجة تأتك الجيبي ما عدا اللحم الصغار والكبدة والدقة. الله يفتح عليك. يلا حبيبي. الله ما منتكلم. اتصلت النافع قلتي لنا صبح ليولك. ليش؟ ليش؟ مالك؟ ليش فعل هكذا؟ أنت مجنون؟ مالك فقعتني عملت مقتول ولا حاجة؟ أنا اللي عدت الصبح أنا من ستينة. من يهول على حسابك؟ ما؟ قول يا رب. يا رب ينتقمك. باشر عمك باشر، باشر عمك باشر. يا ربي لك صابر. صابر اذ بالله مش هيتر يجي. ها؟ صابر من بيتك الباب. شو افتيان من يهدي. انا اقول ليش طلب الاثنين ف ما يبا يا فضيحه. ما يا فضيحه يا ملك الغيب. ما يما ها
ماما تعال تعال تعال. ايش فيها نافع؟ ايش فيهم؟ متى تزوجت سعاد؟ سعاد؟ ايوه يا ابن عاد احنا ما عقدناش تقول الزواج السعاد، صلي على النبي. اها بلا هباله. اه ومن البنت اللي سمعتها الان باذني هذا في شقة صابر؟ ان عبه رجال في البيت هذا، استحوا على انفسكم، لا يشرف لابو الشرف الرفيع من الاذى ما لم يتوجوا قلبه برفاقي. ايش في امه؟ ايش من مصيبه؟ وهذا مني يا عويابة بني منش، حبيت الطف الجو وامزح قبل العقد بيوم. قبل العقد بيوم تاجل تاجل. طيب يا اختي العزيزه، هل ممكن تعملي لنا اثنين بس قلاص عصير كذا عشان نلطف الجو؟ حاضر. الله يبارك في ايامك الحلوه. مشي مشي مشي. يا حطها دافع. ايش فين بهدلت ابي انا واختك؟ ايش فين سعاد هانئ اللي في شقه صابر؟ من هي البنت؟ شقه صابر بنت؟ سمعتها باذني هذا اللي تاكلها الدود. انت متاكد؟ ايوه يا فضيحتها. وانت ايش ودك شقه صابر؟ اصلا صابر اتصل لي قال اجيب له صبوح نفري. عادوا كمان صبوح نفرين؟ اها واني اقول قال ضاع المفتاح ورايح يسافر، ما ادري ايش من مشكله معه ويماطل بالعقد يا نافع. وهو اللي كان يتمنيني اوافق له للعقد. اسمع ماشي اختك انا تدري باي حاجه، تمام؟ خلي الموضوع عليا وانا بنخرج حقي انا كيف مصابر. حلو، وانا الان باخذ لهم الصبوح يصطبحوا حرام. امه بلك حرام ما تشل شيء، يصطبحوا سم. خطا يا نافع خطا، وانا بعرف اتصرف مع صابر. هذاك بتصبحهم. وبشر عمك بشر. والله يا صابر فرصه اجت لمن عندي اني ولا انت يا صابر. وين شافوا سالي قالوا فيه وفيه، ما سابوا لحالوا لو حشوا عليه. ودنا ندانا ودنا ندان. معقول نافع تهيأ له؟ بازيد حبة. من؟ أني. أهلا وسهلا يا عمة. أهلا وسهلا، قلنا نقل نسلم عليك. ومن أنتي؟ أنا جارتك أم نافع. أهلا وسهلا شرفنا، وكيف عرفتي إن إحنا هنا؟ كم ما بعرفش، من ريحة البخور، من ريحة البخور يا حلواء. شو الريحة؟ الله، إيش الرائحة الطيبة، الرائحة الزكية. شو هذا؟ أكل ما أقطع الله على قهوة. أو راحوا أما نافع. أمي أمي خرجت أنا عند أم عادل. وإيش وديها نافع؟ مدري يمكن خرج يدور بخور نافع. في الراحة. إيش هم؟ إيش تشتين؟ تروح تروح العصير ثقيل عليك. اهلا وسهلا يا عمه، نورتوا البيت. منور باهله حبيبتي. تحبي تشربي شي يا عمه؟ ولا شتي اشرب شي. اجلسي شي اسالك، متى تزوجتوا؟ احنا عرسان جدد، يعني تقولي ما خلصنا شهر العسل. والله معاكم شهر عسل كمان. طيب توفقتي بزوجك الحمد لله. كيف عرايس وجدد ودخلتوا سكته؟ لو كنا دارين كنا بنزفكمش على زفاه. الله يحفظك يا عمه، اصلا زوجي قال ما يشيش احد يدري. عنده حق، خايف من العين حبيبتي. اصلا لو كنت دريته كانت بعمل له زفه احلى زفه. ايش قلتي يا عمه؟ اقول لك الف مبروك يا عروسه. الحمد لله، يرزق من يشاء بغير حساب. ما شاء الله يا عروسة، ما شاء الله ودها بدها خارقين. ما شاء الله كذا هالعرايس شكلهم عرايس ما شاء الله، ولا عندنا ويتموت ويقول ما فيش معي وعمه. ما قلتي ليش فين عملتوا زواكم؟ احنا سوينا حقنا العرس في البلاد، يعني عرس كذا بالسكتة. بس مش مهم يا عمه، المهم ان الرجال اخلاقه عالية. اخلاقه عالية.
أخلاق واطية. إيش قلتي يا عمة؟ نورتي عمارتنا يا قمر. كلها من نورك يا عمة. إلا قولي لي إيش اسمك؟ أنا عمتك أم سعاد. أهلا وسهلا بك يا أم سعاد. الله يعطيك العافية. الله يحفظك يا عمة. ضروري ضروري أجيب لك حاجة تشربيها. لا والله ما أشربش حاجة أشربها، كأنني شربت زيادة. إيش أشرب من دمه أنا؟ إيش؟ قلت لك زوجك دعت لأمه يا حبيبتي. ما قلتي ليش؟ كم بتقسوا هنا؟ كم يوم؟ لما تجهز الفيزا وبعدين نسافر. وبتسافرون؟ يا قهري عليك يا سعاد، سعاد قرحت جو. توصلي بالسلامة يا حبيبي، توصلي بالسلامة. الله يسلمك يا عمة. ما قلتي ليش؟ من فين هذا البخور تشترنه؟ زوجي هو اللي اشترى. شرى لك وزوجك؟ يلا حبيبتي نستأذنك ها؟ وباقي زورك تاني مرة، جهزي نفسك باقي لك. مع السلامة. مع السلامة. يا بنت الناس، يا بنت الناس، جبتي لي وجع الراس. انا مو منبه عليكي مره قبل الثانيه انه ما احد يدق علينا وما تفتحي لاحد الباب. اصلا هي جالسه تدق الجرس، خفت لتصحيك من النوم، قلت افتح اشوف ايش اشتي مني، بعدين هي دخلت كذا من نفسها. اي استلمي استلمي، بيتنا ده الحين الحرمة زي وكالة الأنباء، وكالة أنباء متنقلة دقيقتين وبيتنا يتحول مزار سياحي، والناس داخلة خارجة داخلة خارجة. لا تقلق، قد نبهت عليها ما تكلمش أحد نحن هنا. لا وحضرتك شغالة تستعرضي لي الذهب. أبو الخير إيش اشترى؟ أبو الخير إجاب. يا بنت الناس افهمي، الناس عيونها ما ترحم، وربي وربي يقطعوكي حتت حتت بعيونهم، عيونهم بتقطعك. لا تقلق ذا الحين، خلاص ولا عاد بزيد افتح الباب لحد، والذهب انا ذا الحين بخلصه. هي ارتحت قد حطت الذهب في الدولاب. يا حبيبتي افهميني، انا علشان مصلحتك اقول الكلام هذا كله. ترى انت عندي جوهرة ثمينة يا بنت الناس، انت عندي اغلى شيء في الدنيا. انا تهمني مصلحتك والله، وخايف عليك من عيون الناس وحسد الناس، وانت والله غالية عندي، غالية وعزيزة. هيا اسمعي، علشان اللي حصل هذا كله زعلك والله ما ارضى. اصبري اصبري بس. وحيد اللي في شقة بين وحيد. ألو وحيد، فينك يا ابن الناس؟ أقول لك تجيب لي هنا، تجيب لي غدا، تجيب لي العصير، وتجيب لي زبيب، إيش في نفسك؟ تجيب لنا حلويات، تجيب كل حاجة، ربع ساعة وانت عندي هنا، تمام؟ ما يهمك، أبشر. Cut on the tree once more again. يلا بسرعة. ها كيف؟ فين أختك سعاد؟ سعاد خرجت. فين خرجت هذه الساعة يا ابني؟ قالت بتروح تلغي الحجوزات حق حفلة العرض. يا قهري عليك يا بنتي، تعربني وترغي عرابي، ولا أنت دارية بإيش مخبالك من صابر العقربة؟ ليش إيش في يما؟ مالكش داخل، قم ذاكر. إيش جاي ماهر؟ يرزق من يشاء بغير حساب. لا حول ولا قوة إلا بالله، من صدق كل واحد همه على قده. أنا قاوة. اسمع يا وحيد. اسمع أنت، والله وزود وأثر فيك صاحب المطعم، ما ذحين ريالي صدق. لا تقاويني ولا تمكنني هدرة، بتمكنني أبو الخير غطوه بعده، صاحب المطعم عيجنن قدو عايد رضني، ما بنسكت إلا بالفنيلة حق ريال مدريد. أشتري حساب. بين اقول لك حسابك وحساب صاحب المطعم تشوف بالدولار ولا باليورو مضمون ابو الخير. الله يسمعنا خير، الله يسمعنا خير. هادي هذا حق ابو الخير. وينو حقك؟ وهذا حقك. هذا الحين رجاء ايش تتغدى معي؟ مين اتغدى؟ اوه ها حقك الحبة دجاج وذرين الرز موجودات، بس العنوان العنوان معروف، شارع الثلاثين اللي وسطها الحفر. ايوه معروف. اكسر يدي اليمين
ايوه الشارع اللي فيه المضبات معروف معروف ايوه اها على طول بالف في سار بلقى الخيمه اللي في حق العرس قاطع الشارع معروف اها لا هذاك الشارع معروف انه موقف لان في مسؤول هناك غلقوا الشارع اجي من خلفه ايوه شوف يا حبيبي انا ايش اقول لك حاجه حقك الطلب هذا اشتي لي انزل مظلي انا ما عاد اقدر اشديه من اين اجي طيب طيب انا ابسل لك حل يلا خلاص يا بنتي خلاص لا تتصلين ولا توقعي قلبك انت لازم تعرفي الحقيقه حقيقه ايش ابو الخير مالك بتحن انت ما تعرف انه اللي يلبس الذهب في الليل ربنا ينكبه وينكب عفشه معاه ليش هذا ذهب عادي قال لك ايش اللي فيه يا بنت الناس انت تعرفي قوم عاد سمعتي عنهم ولا ما سمعتي عنهم اكيد سمعت عنهم ايش اللي اهلكهم؟ لبسهم للذهب في الليل ابعديه الله يغفر لك واستغفري ربك ابعديه خلاص ها خلصت هنا طيب ايش نسوي؟ الحل عندي وانا ابو هندي لا يما كلامك ده مستحيل يا بنتي انا شفته بعيني واخوك سمعه باذنه يعني اني ونافع يتهيأ لنا انتم كده بتجننوني اني ضروري اتصل لصابر واشوف ايش اللي يحصل ما فيش داعي تتصلي له الرجال نايم بالعسل انا ضروري اروح واشوف بعيني دول انت روحي تروح ما بيع وكلام غير بواب معقوله صابر الزواج عليا ايوه معقوله يجب ان تقتنعي هذا هو واقع ملموس تمام وبعدين انا الذي سأبيض الوجه وسأنتقم لكم ام العزيزه هاتي الي ما فيش الي انا ها ما فيش علي طيب هاتي المسدس ولا مسدس يا نافع ولا مسدس طيب هاتي الصميل ما في الصميل يا نافع حتى الصميل معقوله بيتي يمني ما بش فيه سلاح لكن انا بدبر نفسي دبر نفسك يا نافع دبر انا باقي معك لا رجع 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 يا صابر الرجال رجع أولي رجالتك أنا رجع صابر حبيبي اللعب بمشاعر وأحس البنات عين عين صابر شوف حبيبي أنا اشتي أقول لك حاجة هكذا بدون مقدمات اللعب بأحاسيس ومشاعر البنات عين لذلك أنا اليوم سأمسح بك البلاط صابر نعم يا ابوي نعم صابر صابر مين وكلام فارغ مين ونطلي عنتر بن شداد وداخل لي جاي تضارب الدور مشاكل انت صابر صابر مين يا ابوي ما في صابر هنا ضيعت علينا المباراه ضيعت علينا ميسي داخل علي طاحش مين ميسي قلبي دق ميسي بلا شلوني برشلوني هلا خشمة مباراة برشلونة وريال مدريد الحين الله يبارك فيك يلا تعال معي في المباراة وين طاحش اصبر صابر عسى وتفرج من باقي اصبر وصابر يا صابر عسى وتفرج من باقي الله
صابر طلع صابر نزل قالوا خرج قالوا دخل لكن على قولي المثل من يشتي الحي صبر يعني انت يا صابر اليوم اصبر وصابر يا صابر اصبر وصابر يا صابر عسى وتفرج من باكي اصبر وصابر يا صابر عسى وتفرج من باكي الله يعينك يا صابر يا رحمته قلبي خرج والهم فوقه ما انفرج ما فيش غير الصبر حل والصبر مفتاح الفرج اصبر وصابر يا صابر إذا راح تسك ما أظن أنا صابر.